كون كانوا غا التصريحات، راه كاين تا هجوم واتهام اللي صعب من التصريحات، اتهام اللي وبعد مبروك هو شاركوم، والله يخلي لكم تشرب بالصحة والسلامة وطول العمر. شكرا لموقع الدار اللي استقبلنا اليوم باش نديروا مع هذا الحوار. المدرب خدام عند واحد الجامعة الملكية المغربية لكرة، خدام عند الجامعة الملكية لكرة القدم، عنده البنود ديال العقد ديالو اللي تعطيه اش خاصو يدير واش خاصو ما يديرش، اشنو اللي عليه واشنو اللي على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وتجاوز هذوك البنود، تجاوز الاحترام اللي خاصو يكون بينه وبين المشغل ديالو، تجاوز الاخلاق بينه وبين المشجعين، تجاوز المصلحة العامة تنبق المصلحة الخاصة ديالو على المصلحة العامة ديال الفريق الوطني وديال البلاد. كانوا بزاف ديال التجاوزات اللي جعلت الناس ما بقاوش قابلين على التصرفات ديالو الغير عقلانية وغير أخلاقية. هناك من نقاش حول مصير ديال الشحنة، واش فوزي حتى شي عقله الى قال بالامور هذه وتكلم اللي فعلا في المشاكل اللي خصنا نقدهم، وبحديث مباشر على غياب ابرز النجوم ديال كره القدم المغربيه، واش غلط واش استفز وحيد باش انه يتكلم بلغتنا المغربيه انه ما كيتسوقش الكلام اللي فوزي؟ هو ما يتصنتش الفوز القجع ولا يتصنت، هي العلاقه اللي تربطت بيناتهم في 3 سنين كي كانت، باش ما بقاش هو دابا بدا تسمو تيهضر بحال ما بقاش هو المشغل ديالو، بحال هو صديق ديالو وما تيهموش اش تيقول، ولكن في الاصل هو راه المشغل ديالو، ما عنده حتى علاقه مع التصرفات اللي تتصرف. سي فوزي القجع وجهه النظر ديالو خرج قالها من حقه، ولكن ما ماشي من حق علي الوزير كيجاوبو يعيط عليه يجلس معاه يناقش معاه، ماشي من حقه يجاوب المشغل ديالو بهذاك الاسلوب. هو علاش الرئيس ما هضر على كرة القدم، ما يهم هالي لوزيك، دونك علاش غتقول انا ما تيهمنيش؟ الا ما كانش يهمك انت الخدمه ما بقاتش تهمك، دونك هو ديجا سطر واحد بدا يسطر واحد الطريق باغي يمشي بحاله وقيله. يمكن حديث على اقترابه من الاتحاد المصري لكرة القدم، وهذا من تقارير إعلامية مصرية تكلمت عليها منذ يوم أمس. يكون قريب يمشي، يكون قريب يجلس، ولا يكون خير، تبقى الأخلاق هي المبدأ. ما تبقاش تحترم المشغل ديالك، ما تحترمش المغاربة والمغربية، تبقى عندك ما دير في هذه البلاد. يقرب لمصر راه قرب للجابون، والجابون من البلدان اللي تيصبروا بزاف وما صبروش عليه على هذه المزاجيه ديالو. دابا حنا كنا تنتسناو مدرب يجي ويتعامل مع المزاجيه ديال اللعابه ويوجد لنا فريق وطني. دابا حنا ولينا تنتعاملوا مع المزاجيه، كيفاش غنتعاملوا مع المزاجيه ديال المدرب؟ دابا حنا الصبر من جهه الرئيس ماشي من جهه المدرب يدير خدمته. دابا ولا هو يفرض علينا المزاجيه ديالو باش ما يتقلقش هو، باش يبقى في المكانه ديالو، باش يمشي ابعد ما يمكن مع المنتخب، ولكن هو تجاوز واحد الحدود ديال الاحترام والاخلاق اللي ما يقدرش شي واحد يبقى مربوط معاه. الاخطاء كاين انواع، جسيمه كاين اخطاء جسيمه. على فضيا شنو اللي فكر منذ ان رفع عمر اربعه ولا اكثر، حنا اللي عارفين اربعه يقدر يكونوا اكثر. علاش كاين نهار قال لهم انا ما غنديرش بحال اللي داروا الاخرين، شكون هما الاخرين؟ هو رئيس الجامعه والمناخب السابق، ما غنمشيش انا نطلب لعاب، هذه الاولى. دونك صغر بالرئيس. ثانيا قال لهم انا تهدوا عليا بالقتل، ولا تعطي واحد الشهور والذبيحه، تعطي واحد الشهره خايبه للصوره للوطن. ثالثا عاير وسب واحد الكلام غير مقبول للجمهور المغربي. رابعا رد على المشغل ديالو غير اخلاقي، يعني تيقول انا ما تيهمنيش اش تيقول الباترون ديالي. ما يمكنش خاص واحد
خاص واحد يتحدى هذا الشيء، وخاصنا حنا كجامعه امريكيه مغربيه وكمسؤولين على كره القدم نستافدوا من الاغلاط ونستافدوا من هذه التجربه معاه باش ما نعاودوش نعاودوش لو ميم سيناريو. ولكن تكون القرارات ديالو تكون رزينه. فعلا كنتي تكلمتي في تصريحات سابقه مع الزملاء باللي كان المفروض وحيد يمشي من بعد الخروج المغرب من ربع نهائي كاس. الا طبقنا الا طبقنا كانت مباراه حاسمه، كيفاش غتجيريها؟ كيفاش مباراه حاسمه؟ مع الكونغو الديمقراطيه باش غانا تأهلت وحيدات المدرب ديالها. غانا حيدات المدرب ديالها في كاس افريقيا وتأهلت. الكامرون حيدات المدرب ديالها وتأهلت. علاش حنا تنبقاو نقلبوا على الجزئيه؟ اش قال لك البنود ديالك ديال العقد ديالك؟ ما وصلتيش لنا في النهائي تنصل معاك العقد، خاصها تولي اجباريه. احمد وصاحبي قال لك اللي غادي يمشي جوستو بو مع ليكيب ناسيونال بحكم انه وصل للربع وغادي يأهل، ولكن في البنود كيعدل في الفينال. هذا هو شنو؟ هو هذا اللي تنقول لك انا، خاصنا منين نوصلوا ما وصلتيش للاهداف سلام عليك تنتفارقوا خوت، ما عندناش مشكل. كون تفارقنا في هذاك الوقت ما غنوصلوش لهاد الحاله اللي اليوم ما يرضى بها حتى واحد، تيسخسخ فينا هكا وحنا جالسين نشوفوا فيه بحال هو اللي كاين مدرب في العالم. ما يمكنش كون ربع نهائي ما وصلتيش نصف نهائي، الله يعاون. احنا في التاريخ مشينا جوج خطرات في النهائيات كاس افريقيا، مشينا نصف نهائي، دينا كاس افريقيا. هذا هو الانجاز اللي عندنا في افريقيا. ملي باقي حنا تنتقاتلوا باش نوصلوا للنصف النهائي راه باقي حنا بعاد. اليوم خاصنا نهضروا كمنتخب يقدر يدي كاس افريقيا. واش كاين العكس؟ واش ما تنعرفوش كيفاش نتعاملوا مع كاس افريقيا؟ واش كاين تساؤلات كثيره. واش اللعابه عارفين بالمسؤوليه اللي عندهم ملي تيجيو للمنتخب الوطني؟ واش الستاف تكنيك عارف المسؤوليه ديالو؟ الستاف ميديكال عارف المسؤوليه ديالو؟ باسكو حنا اليوم ما فتنا مره كاس افريقيا في 76، كان واحد زمان قديم، وكنشكروا هذاك المنتخب. جوج خطرات مشينا للنهائي ولي اون دومي فينال ولا دو دومي فينال. هذا هو التاريخ. واش اليوم هادشي كله وهاد المجهودات كلها راه باش نمشيو لا فينال؟ راه باش نديو اون كوب دافريك؟ باقي ما تنعرفوش نديوها. دونك كاينه شي حاجه غالطه فينا حنا كمسيرين، خاص نلقاو الحل. التعامل مع مدربين، التعامل مع اللعابه، التعامل. حنا اليوم اش ملي تنديرو هاد الجامعه كلها مغربيه لكره القدم، اش تخدم؟ لا، جوج مراحل، كاس افريقيا وكاس العالم. ما هما اللجان العصبه الاحترافيه لكره القدم راه مستقله، عصبه الهوات راه مستقله، عصبه الكره النسويه مستقله، العصبه الكره المتنوعه راه مستقله، العصب الجهويه راه كلهم مستقلين، تيبرمجوا تيكادو، وتا هما خاصهم ينوضوا يخدموا. باسكو هما اللي غيعطيونا هذيك القاعده، والقاعده اللي غتعطينا واحد النخبه، وهذيك النخبه اللي غتقدر دير انجازات. ولكن هذا واقع كره القدم. ولكن باش نمشيو نقولوا علاش كل عام؟ احنا دابا غنلعبوا عام على عام، 22 لعبنا كاس افريقيا، 23 غنلعبوا كاس افريقيا. خاصنا نجلسوا الله نقولوا علاش ما تمشيوش للفينال؟ فين غالطين حنا؟ علاش اللعابه ما ناجحينش؟ خاصنا نشوفوا ما ناجحينش. امتى مشينا للفينال؟ 2004، 18 عام هادي، 18 عام. واحنا دابا جوج لا اجماع، لا ماشي بعدنا ما نديرو به. داز وقتو 18 مباراه، 7 ديال التعادلات، جوج انهزامات، 27 مباراه على 3 سنين، 7 مدرب تيجي على 7 مباريات مويان، على 7 مباريات في السنه. ومن هادو ما نقدروش حنا نمشيو لنهائيات كاس ولا نمشيو لدومي فينال، وماشي غير في الكبار، في السينيور، ذكور واناث. ما تقدروش نمشيو في لي يو 17، ما تقدروش نمشيو في لي يو 20، لي يو 20 اقل من 20 عام، اقل من 17 عام. ما تقدرش نمشيو لي جو اولمبيك. من 2012 ما مشيناش لي جو اولمبيك 10 سنين هادي. دونك راه كاين شي خلل في شي بلاصه. واش ما عندناش البنيه التحتيه الكافيه؟ واش ما عندناش الموارد اللي نقدروا
نميو بها كرة القدم، خاصنا نعرفوا فين كاين الخلل. خليل وزيك مشى، غيجي مدرب اخر، يجي اللي جا لا يمكن، غتشوف واحد اللي عنده الخبرة يمكن، علاش؟ اتونسيون، إلا بغيتي مدرب كبير، مدرب كبير ما تعطيكش لا غارونتي تكون منتخب مدرب كبير. المدرب والخبرة ديال المدرب هي كيفاش تجمع اللعابة ديالو، باسكو لا 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 المنتخب الوطني هو مراحل في السنة، تجمعوا 5 أيام هنا، 7 أيام هنا، 10 أيام هنا، خاصك تجمع ما عندك أحسن في العالم، وما خاصوش يكون توجه لا ما بغيناش هذا نقصيو شي واحد في الستاف ولا شي واحد من المسؤولين، ما بغيناش هذا اللعاب، لا هذا مزاجي، لا هذا عنده، لا هذا، خاص ما هو أحسن وصعيب، هو في صعيب تسيرو وتجيبو وتسيرو وتمشي معاه، هو يآمن بك وانت تآمن به باش تمشيو بعيد. خاص تكون عندنا هذه الإرادة وهذه الرغبة اللي نصبروا على بعضياتنا باش نوصلوا لواحد الهدف. هذا الشيء ما كانش معاه في التاريخ. هذا الشيء ما كانش في التاريخ، خاص الصبر. الصبر والإرادة، وماشي ماشي لا 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 تهليت مزيان ودرت وفر الظروف، راه هي النتيجة. النتيجة معلقة بأشخاص اللي غي اللي غيمثلوا واللي غيكونوا واللي غيمشيو معاهم في المسيرة باش يوصلوا واحد باش يقضيوا واحد المهمة. شنو ربما المسألة اللي تقدر تكون دافعة للجامعة باش ياخذ القرار باش أنا مثلا تقيل وحيد في الموسيقى، واش الإهانة اللي تعرض لها فوزي فجأة الرد ديالو في الطريقة ديالو اللي رد عليه فيها، واش السب والشتم اللي تلقاه الجمهور المغربي في مركب محمد الخامس، واش الحديث على الخلافات اللي كانت مستفزة، أو الإهانة للاعبين ديال كرة القدم اللي قال أنهم شنو هو النقطة التي قد تفيد الكأس وتنهي مسار وحيد مع المنتخب؟ هو من عيال المغاربة والمغربيات اللي كان خاصو يدوز في الأخلاقيات، نيشان إما الأخلاقيات ديال المغرب، إما الأخلاقيات ديال الجامع الملكي المغربي لكرة القدم، إما الأخلاقيات ديال الفيفا، كيفاش نتسامحوا معاه؟ تما تحبس، إلا تفتات هذيك الفيديو، والفيديو ثابتة ثابتة تسب، وثابتة توجه بصبع ولمن توجه السب والشتم، ثابتة. دونك هذيك هي يكون كنا صارمين. لا اللي صعيب هي ملي ما وصلش النص النهائي ما كانت عندنا الجرأة نفسخوا مع العقد، ما كانتش عندنا الجرأة والشجاعة بوتيت الله أعلم باش نفسخوا مع العقد كما كان الحال، نفسخوا مع العقد وما نتمنى ما يتكرروش هذا، ما نوصلش لهذا الشيء. كون كنا فسخنا مع العقد ما نكونوش نناقشوا اليوم انا وياك التصرفات غير اخلاقيه وغير معنى غير اسمح لي فوزي خجاع يعني معروف بالصرامه ديالو، معروف يعني كيواجه اي ما معروفش بالصرامه ديالو، الله عمرها دار السي فوزي خجاع، ما كون كان صريم يطبق مع البنود ديال العقد من بعد كاس افريقيا. ايوا كان مامن به بان غيقدر يمشي مع الكاس العالم، كان مامن بيناتهم كاين علاقات وكان بيناتهم كاين وقيلا صداقه، وصداقه تتقدر. هو جاي خدام، ما جايش يكون صديق ديال خاصها تبنى هذيك العلاقه ديال الصداقه بين المشغل و لا يفو با كيل اكزيست، هذيك الانتيميتي دو با اكزيستي، الى ان بولو يدو فيغ سون بولو، شاكان سا بلاس، شاكان دو ريسبكتي، لا شاكان دو ريسبكتي لان لوطر، كل واحد خاصو يحترم راسو ويحترم الغير. هو هادشي مي ما تيداش راه حنا تنوصلو لهاد النقاش اللي ما اللي انا ما عاجبنيش، وخا تناقش معاك ودابا انا ما عاجبنيش باسكو الصورة تيضر في الخاطر، ماشي تيعصبني، تيضر خاطري، علاش انا علاش واحد خدام عند الجامعة الملكية المغربية يتعامل بهذا الأسلوب؟ وماشي هو الأول باسكو كان شي حوايج أخرين اللي غيبانوا من بعد، والتاريخ غيبين اللي باغي يخدم البلاد واللي غدر البلاد واللي ما صالح، كاين الناس اللي ما اللي أداوا الفريق، أداوا الفريق الوطني، ما خاصهمش يكونوا اليوم. واش غنجيبوا مدرب غنخليوه الكسد وغنحطوا الراس عاوتاني؟
ولا غنصفي وغنغربلو وغنجيبو ناس، ما تهضرش على الكفاءة ديالهم، غنجيبو ناس جداد ودم جديد ومسيرة جديدة. هذا هو النقاش. ولا غنخليو هما النيت لو ميم ستاف تكنيك، لو ميم ادجوان، لو ميم زونترينور ادجوان، لو ميم ستاف ميديكال، لو ميم ستاف دو ديكوباج، لو ميم هذا، لو ميم هذا. اسكو واش هادو صالحين ولا ما صالحينش تبقى علامة استفهام. وكانوا خاص كنشوفوا لجنة الأخلاقيات ولجنة الأخلاقيات تبع الجامعة، يعني كتاخذ مجموعة من القرارات معاهم الرؤساء ديال الأندية المسيرين. علاش مثلا واش المدرب ديال المنتخب فوق القانون مثلا؟ لا علاش ما بادرش لجنة الأخلاقيات؟ لجنة الأخلاقيات مستقلة، راها مستقلة، ولكن اول خطره في التاريخ اللي ما عمري سمعت انا شي مراقب وطني يسب الجمهور. هذا خاصو يكون حماق، ولا خاصو واحد يكون ما متحكمش في راسو. ما تحمق ما نقولوش حمق حتى ما اعتذر لي، خاصو واحد ما يكونش متحكم في راسو، يكون اناني بزاف، يكون ديكتاتوري كاع باش يدير هذاك التصرف. ما بين ليا في المرايه وكنا حنا اللي غنجيبوا لي لوزيك، كنا نشوفوا المرايه ديال الجابون ويرد علينا بنادرة ما غيصلحش المغرب والعقليه المغربيه. راه كان شي حوايج اللي خاصنا نتعمقوا فيهم قبل ما نشريو عقد. الراجل اللي جاي يصدق معاه والوداد اللي جاي يصدق معاه، راه فرق كبرى ديال افريقيا. خاصك راه كاين فرق بين مدرب نادي ونخيب وطني. راه فيغونور ما نجح حتى فرقه تقريبا ونجح في المنتخبات. سي دو بو نخيب وطني سي بيريوديك، دونك خاصو هو يخلق هذيك سياسة القرب مع اللاعبين ديالو باش يأمنوا به ويأمن بهم، ويكون عنده في كل مكان جوج دو او بوست. شي يكون عند الضرة اللي داخل عارف راسو راه كاين واحد احسن منه اللي تيتسنى نوبته، من الحارس الى من الحارس المرمى الى الهجوم. عندنا شي دي بوست كاينين، ولكن دي بوست ما كاينينش. وخاصة نأمنوا بأن الفريق الوطني راه هو نسيج من المغاربة يتلعبوا في المغرب والمغاربة يتلعبوا خارج المغرب، ماشي غير اللي تلعبوا في أوروبا. اللي تلعبوا كلهم خاصنا كلهم هادوك يتلعبوا ديجا لي تشامبيونز ليغ ديال القارات ديالهم، راه عندهم المستوى باش يلعبوا في المنتخب الوطني. اللي عندهم اللي تلعبوا في القاره الافريقيه، واللي تلعبوا في القاره الاسيويه، واللي تلعبوا في القاره الاوروبيه، وعاد كاين اللي تلعبوا في بطولات ودايرين واحد المردود جيد. اليوم كيفاش نقدروا نقولوا اللي وحيد ما بقاش عنده مكان مع المنتخب؟ وحيد بقى تيدير في الاغلاط، الاغلاط حتى هو حيد المكانه ديالو كمدرب، ماشي احنا اللي بغينا نحيدو. تجاوزنا انه هو تقنيا وتكتيكيا المستوى ديال المنتخب، تجاوزناه ولكن كندويو على امور اللي كتمس شخصيه. هو تصرفات، شخصيه هي. من تتكون تصرفات شخصيه تيولي هو مسؤول على التصرفات ديالو، ما تيبقاش هو تيعطي الحق لراسو واش يبقى ولا ما يبقاش. تيبقى البنود والعقود اللي كاينه، ورا البنود تيقولوا لي راه خاصك تحترم، خاصك دير، خاصك دير، كل شيء مكتوب في العقد الاحترافي ديالو. هو ما كانش احترافي في التصرفات ديالو، ملي ما تبقاش احترافي في المهام ديالك ولا في الخدمه ديالك راه تتفارق مع المستخدم ديالك. شكرا لك. شكرا عليكم نتوما، الله يدخل عليكم الشفاء والصحه والسلامه وطول العمر، وشكرا مره اخرى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.